مثل كل نهار تنين مدام ليلى بتاخذ اتصالات المشاهدين مباشره على الهواء. هي معنا موجوده حاليا باستوديو. صباح الخير. صباح النور. اليوم فاذا بينتظروا المشاهدين لانه في عدد من المواضيع بيكونوا عم يطرحوها عليك، وعم نلاحظ كل نهار تنين بننبسط انه بنحس في اسئله متعدده، يعني بقى بصيروا المشاهدين الباقيين بيستفيدوا كمان من الاتصالات اللي بتوردك كمان خلال الحلقه. حقيقه جيده، نحن الاتصالات عم بيساعدونا لحتى نحضر حلقات خاصه، يعني بنحس قد ايه المواضيع مركزه، قد ايه الناس بتحب تتعرف اكثر على بعض المواضيع، من هونيك عم ننطلق لحلقات خاصة ومفصلة لحتى الهواء يقدر يستفيد منه أكثر عدد من الأشخاص المتصلين. طيب بداية إذا بنحكي شوي عن هيدا شهر ديسمبر، هلا هيدا بدأ بلشنا شهر العيد، بلشنا شهر المناسبات وبلشنا شهر التحضيرات، بقى خبرينا قديش ممكن السيدة تبلش من هلا تحضر حالها لها المناسبات السعيدة المجيدة إن شاء الله تكون. هو الاستوديو بيحكي كريسمس، بيحكي استقبال سنة جديدة، بنلاحظ قديش هالفترة قدي في رغبة نحو ألوان الأحمر، ألوان المضوية، يعني بنحس كريسمس ولكل الأديان والطوائف بيوحى هاللون الأحمر والمختلط مع الأخضر والأبيض، ونيو يير دايما بتعطي شفافية، بتعطي ماسية، بتعطي هاللون الأبيض إلى فضي، كل هالأمور بتخلينا نتجه نحو مكياج بيمتزج فيه هالألوان. إنما التحضيرات هي الأهم لحتى نكون دايما أجمل، والتحضيرات هي بسيطة وبسيطة جدا، هي بشوية أقنعة، وإن كانت في المعهد فيما يسمى بالجلو أي الإضاءة، وهو علاج كتير مهم وفوري، أول ما تحسي في مناسبة بتقدر تقومي فيه وبتبقى البشرة لمدة أسبوع عم تضوي. رح نتابع بالموضوع، إنما خلينا ناخد أول اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير، تفضلي مدام ليلى عم تسمعك. بونجور مدام ليلى. صباح النور. بدي اسالك اذا انا عم بحط دواء بيقشر لي وجهي لانه في كلف وصار يقشر لي وجهي كثير، فيني ما احطه كل يوم، يعني انطر شوي تيرجع يروق وجهي ارجع احط، لانه ببطل يعني على الميك اب كثير ببين غلط اذا ظهر او شيء، فيني خفف شوي ارجع احط، يعني بدل عم بيعطي مفعول. وسؤال ثاني، اذا انا عم بحط كريم دونوي كيف بدي احطهم ورا بعضهم كلهم بالليل، ولا بحط ليله هيك ليله هيك؟ وبعد سؤال صغير، اذا البو منيحه وحطينا دواء تيقشرها بتقشر ولا ما بتقشر؟ ماشي. جميل جدا. البشره لما بنكون عم نحكي تقشير معناتها في برنامج معين لازم ننتبه له، ما نفكر بس تقشير لدرجه ان البشره تكون عم تتقشر دائما او حمرة دائما او تتعرض لانها ترق. بالبدايه مفروض انه نعرف انه مده 21 يوم هي لنقشع ان البشره قدرت تجدد نفسها، يعني خليه البشره بحاجه ل 21 يوم لتشق خليه جديده طريقه الى الوجود، انما الشعر هو بحاجه ل 3 اشهر لنقشع خليه جديده ومنشوف بهالجريبه شعر جديد. بهالمرحله ال 21 يوم الاساسيات مفروض فينا نكون عم نستعمل هالمقشر مساء ومرطب أو حجاب واقي صباحا. إذا كانت البشرة عم تعاني من كلف قوي بنستغني عن المرطب وبنستخدم الواقي صباحا. بهالمرحلة مرقت البشرة بتقشير قوي أو احمرار وجب وضروري التخفيف، وبشكل منسير أو نحط العلاج بطريقة تدريجية، أي منحط هالعلاج لمدة ساعة ومنرجع منغسله مساء ومنحط قليل من المرطب، وأحيانا إذا شفنا أن البشرة تاني يوم أحسن منصير نتركه ساعتين ومنرجع منغسله، ومن بعدها منصير نتركه يوم أي يوم لا لحتى نتأكد أن البشرة تدريجيا عم تتقبل العلاج إلى أن تصير عم يستخدم ليليا. أما إذا كانت المرحلة اللي عم تمرق فيها هي فقط ببعض الأماكن في لطش حمر، أي كل الوجه عم بيقشر ومش ما في انزعاج، إنما منطقة يلي هي كتير حساسة يلي هي حد الفم وقرب الأنف، هون بنلاحظ إنه الدقن هي جلدة كتير حساسة
فينا نكمل نحط العلاج على كامل الوجه ونستغني عن التقشير حول الفم، لانه هون اكثر مرحله، يعني اكثر مكان بيقشر دغري، اكثر مكان بيقشر دغري وهو حساس. اما العنق فنستغني عن العلاج المقشر لانه هالمنطقه حساسه، ووجب الانتباه بعدم وضع اي المقشرات الا اذا كنا عم بيتم التقشير مع الطبيب في علاج خاص وخاص جدا. كمان اتصال. الو صباح الخير. الو 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 صباح الخير. ايه بونجور. تفضلي مدام ليلى، عم تسمعي. بدي احكي بس مع مدام ليلى. اكيد تفضلي. ايه بس بدي اقول لها، بدي اسالها سؤال هيك صغير. تفضلي. ايه عندي تاشات سوداء على وجهي، على خدي لجهه دينتي. نعم. شو في اعمالهم هول ليروحوا؟ يعني بدهم بيلينج ماسك او بدهم نروح على الكلينيك؟ هو زياره الكلينيك ضروريه، وانما مثل ما كنتي عم تسمعي بالاتصال السابق في بيلينج، في طريقه وضع بيلينج، في اختيار بيلينج خاص حسب المشكله. ان شاء الله بنشوفك وبنساعدك اكثر للمشكله اللي عم تعاني منها. اتصال. الو صباح الخير. الو هلا. الو صباح الخير. بونجور. تفضلي مدام ليلى، عم تسمعي. واسمعينا من اباري التليفون مش من التلفزيون. اوكي حصل التليفون. اوكي تفضلي. مدام ليلى بونجور. صباح الخير. في علي عم براوتر. الو. هلا بتعطي صوت التلفزيون الا. بس يا ريت التلفزيون. بدي سكر ميكرو من الميكرويات عم براوتر. الو بونجور. اهلا وسهلا، تفضلي عم نسمعك. بدي ماسك التصبغات اللي بالبشره، انه ما عادت لا تنحسب عن دقني تحت وتحت هيك حول عيني نقص سودا هيك شوي، انه في التصبغات بالشتايين. بدي ماسك صراحه يمكن عندنا مشكله، يمكن من عندك، يمكن من عندنا. بدي اطلب منك انه توطي التلفزيون ونسمعك اكثر. لا في مشكله تقنيه صغيره يمكن بالصوت، مش الحال. الو ناخذ الاتصال الثاني. الو بونجور. بونجور. بدي احكي مع مدام ليلى. تفضلي عم بسمعك. مدام ليلى، عم بدي اسالك بالنسبه للكريمات اللي بتحتوي على الكولاجين، اذا بتنصحينا فيها، انه انا عمري شي 30، اذا بتنصحيني فيها وشو لها تاثيرات لبعدين. وسؤال ثاني، مثل كيس الدهن اللي بيبقوا تحت العين، شو بتنصحيني بالنسبه لهم؟ ثانك يو. اهلا وسهلا. احيانا الكيس الدهن بيسوى يكونوا ستيرولز، بيسوى يكونوا اكزانتيلازما، بيسوى يكونوا بولدوغريس بسيطه. اذا كان اكزانتيلازما نحن لازم ننتبه هون انه هيدي عمليه جراحيه بتتم مع الطبيب، والاختيار للجراحه هو النتيجة الأمثل لحتى تتخلصي منهم، وبيكون لونهم أصفر وممتد، منهم على شكل بول، أي الاتجاه تبعهم منبسط ولونهم يبقى أصفر أغمق من البولدوغريس. أما البولدوغريس البسيط أي هيك الدوائر البيضة، هي بتم تنظيفها بالمعهد وبشكل كتير بسيط وهين. بالنسبه للسؤال الثاني، كريمات الكولاجين، نحن بنعرف انه البشره بسن تقريبا ال 24، وهيدا سن كثير مبكر، بتبلش تفقد بعض من مكوناتها الاساسيه بنسبه معينه. يعني مكوناتها الاساسيه هن الكولاجين، الالاستين، الدهون، المي وامور اخرى. نحن وبين هالنقص في نقص كتير مهم للأسيد إيالورونيك يلي هو بحافظ على الماء بقلب الخلية. أما الكولاجين، إذا بدي أوضح لك أكثر، هو مسؤول عن مطاطية الجلد وتماسكه، ومنقول إنه هالجلد إسا وشق، ومعناتها بين تجعيدي، أي المطاطية تغيرت وتبدلت وصار في نسبة مختلفة فيها ما بين الحالة الذائبة والحالة المتصلبة يلي بيمرق فيها العمر. فإذا هالجلد بمكوناته اخترعوا الحقن بالكولاجين بمرحلة ما،
ثم أوقفون لأنه كانوا ياخذوا الكولاجين من الإكزايدرم أي جلود البقر، وهون لاحظوا الحساسية عند بعض الأشخاص ووقف الاستخدام لهم. ومن ناحية تانية استبدلون بفيلرز ما يسمى بالأسيد إياليورونيك أو الكالسيوم هيدروكسيل أبيتايت وأمور تانية لتعود عن هالانتفاخ والتماسك. هون منقول إنه الكولاجين المسؤول عن تكوينه وهو الفيبروبلاست اللي مغذى بالفيتامين سي، وهون بدنا نعرف قد نركز بغذائنا على الفيتامين سي لحتى نكون كولاجين وجه جيد. واستخدام الكولاجين من الخارج أمر جيد جدا ونتيجته مفيدة، وبدعيك دائما أنك تستخدمي أوراق الكولاجين المبردة يلي صارت هلأ عم بتكون نباتية وتستخدم بطريقة مثالية بالمعاهد. اتصال. ألو صباح الخير. بونجور. بونجور، تفضلي مدام ليلى عم تسمعك. أوكي مدام ليلى، أنا بدي أسألك، شعري كتير عادي. شعرك عادي؟ تفضلي. ايه بس كان انا وصغير كثير خفيف، كثير عبي. كثير عبي هي وصغيره؟ نعم. بس هلا عم بخف. قد ايه عمرك؟ عم اعمل. قد ايه عمرك بليز؟ 22 سنة. 22؟ نعم. وعم بيرافق هالشيء بصله دهنيه، يعني فروه الراس عم بتكون دهنيه ولا جافه؟ لا دهنية. نعم. خليكي مع الهواء لخبرك قصة الشعرة وحكايتها. هي بتبلش انه دايما الشعرة بنيتها بنتعرف عليها بسن البلوغ يلي هي ما بعد سن ال 17-18 بتبلش تشوفي تبدلات بالشعر. هيدي كلها لها دخل بالتبدلات الهرمونية يلي بتكون باسبور هالشعرة لح تكون جافة او دهنية. ودائما لما بتتحول من شعر عبي كثيف ما بعد سن 17-18 وصولا للعشرين بتصير الشعرة تميل انه بصلة الشعرة اي فروة الرأس بتصير دهنية وبتعكس شعر ارفع، يعني بصير الشعرة ارفع بدل ما تكون سميكة، وشوي وشوي بفعل الدهون ببلش هالشعر يختنق بالبصيلة بالجريبة وبيبلش يتساقط ويخف. هيدي هي قصة الشعرة يلي بتتحول بفعل التبدلات الهرمونية، ونحن بنعرف ما بين الهرمونات الذكورية والأنثوية دائما هالتبدلات وتأثير أحيانا بعد بعض الأمور مثل التكيس في المبيض، مثل ما بنلاحظ الغدة وأمور كثيرة بنحكي عنها بالتفاصيل لنحكي عن هالتبدلات. انما بدعيك انك دائما تغسلي شعرك، تخلي تعزلي عنه الدهون قد ما فيكي، تخففي عنه السشوار ومن هونيك حتى الصبغات ومهما كانت صحتها لحتى تعطي شعرك صحه وعافيه بالقص. ودائما بقول وانا مؤمنه كثير بهالموضوع والتخفيف عن أي شيء منحطه على الشعر لنطلق العنان لشعرة جديدة وصحية. رح نشوف هلأ كاسات صغير هيك مثل سيربريز صغيرة واللي هو تكريم لليلى، رح نشوفه نعرضه للمشاهدين قدامنا ولليلى كمان. شكرا. قالت نادية تويني: في البدء كان الفكر، والفكر كان امرأة، وما الأمة أيها السيدات والسادة إلا صنع امرأة تزرع العلم والمحبة والإيمان في نفوس أبنائها فتشق أمامهم طريق العظمة، طريق تتطلب شجاعة وعقلا ناضجا للنجاح، والنجاح دائما بحاجة لأهداف، وكلما كبرت الأهداف كبر الحلم وعظمت نجاحاته. هذه هي أيها الحضور الكريم حكايتي مع الحلم الذي لم يستريح، ساكبة دم القلب مدادا لقلم
قد يكتب آلاف الصفحات لمسيرة فتاة جبلية لم تترك مساحة في العقل إلا واستنزفتها بلا حدود في حقول التعب ومشروع الطموح، تلملم خيوط الضياء برفقة قنديل خافت أضاء أمامها عتمات الدرب لبناء صرح المؤسسة، مؤسسة سانترا بيد بيوتي كلينيك. منذ نشأة المتواضعة في عائلة متوسطة الحال رافقت الأحلام مسيرتي، ورحت أحلم وأحلم وأحلم بالأفضل بالأحسن بالأعلى بالأعظم. أحلم بليلى اليوم، أحلم بأبسط الأشياء، بتبديل السيارة، بتغيير الأساس، بلباس أشمل. لم تخدعني أحلامي ولم تخذلني، وكان المشوار مشوار العمر مع رفيق الدرب، ساعدني وساندني وكان يدي اليمنى في مسيرتي. تكاملنا في العمل والكفاح إلى أن كان المقدر، وبقيت ليلى مع ثلاث زهرات تواجه وجع الأيام، تشق طريقها ما بين الأشواك. اتكلت على الله جل جلاله وتابعت مسيرتي في الحياة لمواجهة العواصف، ضاعفت جهودي وزدت من نشاطاتي حتى طالت جميع أقطار العالم العربي، وعبر شاشة عملاقة أوصلتني بالصوت والصورة إلى كل مهتم بالجمال وباحث عنه، ألا وهي شاشة المستقبل. خي شو حلو هالكلام يا ليلى، وإن شاء الله بتضلك بهالهمة وهالعطاء من بعد ما شفنا مسيرة طويلة. نحن متابعينها كمان من سنوات بعالم الصباح وأيضا بتلفزيون مستقبل أكيد. أول شيء سوربرايز حلو كتير، ألف مبروك، وشكرا لك غيدة، شكرا لعالم الصباح، وشكرا للمجلس النسائي في لبنان رئيسته تراز، وبزيت الوقت لسيدات أعمال العرب هالمؤتمر يلي جرى بفينيسيا بحضور جميع سيدات ورؤساء مجالس سيدات الأعمال إلى جانب المهنيين وأمور كتيرة، وكان لي دور أنه أحكي عن قصة نجاح ما بين نساء تم اختيارهم ليحكوا عن قصة النجاح. وقصة النجاح هي قصة كتير بسيطة، هي نجاحنا بأنه نكمل مسيرتنا بعائلتنا الصغيرة وصولاً لعائلتنا الكبيرة. وشكراً لك، ألف مبروك على هالتكريم ليلى، وأنت بتستاهلي وبتستاهلي أكثر بكتير بعد، يعطيك ألف عافية. رح نشوفك نرجع إن شاء الله نهار الأربعاء، وبعد لحظات رح تكون معنا مايا، خليكن معنا.